عمرك ما فرحتني وليلة عيد اديتني نص نكلة. لا 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 فانت ممكن هو بيسوى كده نقول ايه دي كواليس كواليس حلو من فيلم رحيل. يبقى انا بقول لك يا رب كنا هتسمي فيلم ايه يا عم مصر؟ لا رحيل. لا رحيل. طب ماشي حلو رحيل. المشهد نقول بقى ايه اللي هو المشهد الاولي اللي هو بتاع العمده وابنه وابن اخوه. العمده ده راجل شايف احوال القريه كلها. تمام تمام. فعب عظيم ده راجل اكلتي اكل حق ولاد اخوه. فبيقعد يا واكل مال اليتامى. عايز ظلم وتموت كافي. فبيقول له ده فنان كريم. بيقول له انت هتخش في بق. بيقول له يا عم عظيم عم انت ايه اللي حصل بينك وبين ولاد اخوك علشان الموضوع بتاعكم يوسع كده والناحيه كلها تسمع بيه؟ صح. اقول له مفيش حاجه يا عم. ايه يا البصين لابني ابن متعلم ابن معاه وابن معاه والحكايه وبيعاير ابن اخوه. فاصلا المال اللي هو بيعاير ابن اخوه ده بتاع ابن اخوه بتاع ابوه بتاع ابوه. فيقول له ايه انا طول عمري وانا بديهم وبخبط عليهم. ايوه قول له يا عم ابن اخوه قول له قول للعمده بتخبط علينا الساعه كام وبتبقى جاي نيتك فيها ايه يا حضره العمده لان الكلام دي بيوجعني بس انا هقول لك وامر الى الله. الراجل دي اللي قدام الناس عمي بيجي يخبط علينا في نصاص الليالي وعاوز يلف دماغ امه وقال ايه عاوز يتجوزها. لا 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 ما كفاهوش يا حضره العمده خد الريف من ايدينا لاولاده وعاوز كمان يحرمني من امه. فالعمده يقول له ايه العم ده بيفكرني بالسيناريو بتاع زهره ومروان. ايوه لو ترجع دماغك يا عم يسري. ماشي ماشي هو نفس القصه نفس القصه ونفس السيناريو. فيقول له يقول له ايه ابو يا جاز طالما دخل يا ابني بيخبط على الباب وعوريدها في الحلال مش عيب. المهم امك رايده ولا لا؟ انت تطلع بقى يا حضره العمده امي تريد مين؟ امي تريد اللي كان السبب في موت ابويا. في حاجات كتير مدفونه مش عاوزين نطلعها عشان ما نفتحش الجروح اللي خفت يا عمده. الله 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 عليك يا عم يوسف. فالتاني يقول له فعمه يقول له ايه ايوه يا والي طلع الغل اللي جواك وبالي يا والي. ما هو انت كده انت طول عمرك من صغرك والغل باين في عينيك وعينك طالعه تبوظ على الرغيف اللي في ايدي وايد ابني. هو انت يا والي الدنيا بص هرياك عشان ابني احسن منك يا والي. انت طول بقى احسن مني في ايه؟ علام وتعلمه ادب وتأدبه متربى على طبليط ابويا مهما كان الجوع قطع معدتي وقطع مصاريني بس ما مديتش ايدي للحرام. تقصد ايه يا والي؟ ان انا باكل في الحرام افهمها زي ما تفهمها يا عمي. فالعمده هنا يقول له ايه؟ احنا كده يا جماعه الموضوع هيتطور مننا. سيبك من ده وسيبك من ده احنا عاوزين نصفي الامور والميه ترجع لمجاريها وكل واحد ياخد حقه. فعب عظيم يطلع يعني ايه يا عمده كل واحد ياخد حقه؟ بقى العيل ابو شخ ده له حق عندي؟ صح. العم يقول له ايوه له حق عندك يا عم حتى لو ملوش. طب اخوك ابنك هو مين اللي هيضمنه وهو رايح الجيش؟ هو مين اللي هيمد ايده في ايد ابو معروش؟ هو مين اللي في عزاها ياخد عزاها يا عم؟ بيحط له ابعاد هتحتاجه. هيقول له اني طب ما تعمل باللي انت بتقوله ده بقى يا عم عظيم. على العموم يا عم عظيم احنا جايبينك مش عشان المشكل ده خالص. احنا جايبينك الراجل ده رايح الجيش وعاوزين تمضي على قيد العائلي ده. ايوه كضامن. كضامن عشان يروح يجيب شهاده الايه المعافاه. ما انت عارف ولا انت نسيت اللي هو وحيد يا عبد العظيم؟ لا نسيتش يا عم. هات يا عم ده شوف الكلام اللي فين يا عم العظيم. والله العظيم انت فكره والفكره اللي انت موت يا عم اسري. فيقوم مضيه خش فكره بتاع بكره يوم قايل له ايه الف مبروك يا ابني حقك رجع زي ما اتاخد لوي دراع جبتهولك لوي دراع. بس انا برضو زعلت من نفسي لما ما كنتش عاوزها تيجي كده ابدا. صح. لان العمده العمده دايما بس انت اللي غضبتني تيجي كده. بس انت يا عبد العظيم من حكاوي الناس عليك حتى ابنك اللي هو ابنك قال ابويا غلطان ابويا خد حق مش حقه.
فانت دلوقتي يا ابو عظيم تسامح وتقوم تبوس ابن اخوك اللي هو ابنك وتسامحه، واللي انت عاوزه مني خده بالرضا، ومش عاوز تدخلوني تاني بينكم الا في الفرح. انا قلت اللي عندي يا جماعه ونقرا الفاتحه على السماع. الفاتحه وتراجع يا ناس. لا بقى ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. وتراجع يا ناس بقى الموسيقى بقى ايه، فرايحي.